السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم جميعا إخوان متابعي قناة في الحزي تي في. إخوان سنعتذر لكم على قبل الزيارة ديال البوياد لأني كنت عيان شوية، أجلناها إن شاء الله شي أسبوع ولا 10 أيام. عاد إن شاء الله نديرو عنده زيارة ونديرو فيديوهات كما سبقنا وذكرنا. الإخوان كيتصلوا بيا بزاف على حساب الدجاج، بغيت غير نوريكم شنو اللي باقي عندي اللي باغي نبيعو. عندي هاد البركة ديال الفيومي اللي هما عندهم تقريبا 5 أشهر مخلطين على التوكات وفرارج. لو تقريبا مبقاش بزاف باش يبداو يرشمو الإخوان. كاين فيه مشي وحدين ديال الخليط بحال هذا ماشي فيومي، خليط كل الأغلبية كاين ديال الفيومي. خاصك شي حاجة مرحبا، أنا غنوريكم وحدين أخرين صغار منهم شوية. كاينين هادو الاخوان، هادو عندهم تقريبا شي بداو في 3 أشهر، يعني كملوا شهرين بداو في 3 أشهر. الله يبارك. هادو كلهم في يومي ما فيهمش الخليط، خاصاتو شي حاجه مرحبا. كاين وحدين صغار منهم ايضا ولكن غير قليل داكشي، وكاين هاد الصغيورين كثريتهم بلدي. يلا الاخوان تحياتي لكم جميعا، نراكم في فيديو قادم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله. خصك شي حاجة، ها الرقم كيبان على الشاشة.